السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة موضوع مهم جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو أعمل لايك للفيديو. الموضوع النهاردة إن جالي سؤال، جالي على الواتس، بيقول إن هو يعني بيسافر كتير ومربي الحمام في سلكات، وإن هو عايز يسيب الحمام ده اللي في سلكات، مع إن الحمام زي ما أنت شايف كده معاه زغليل ومعاه بيض، فهو عايز يسيب الحمام ان هو ياكل في الارض كده، اي حد يطلع ياكله يعني، لان هو بيسافر كتير يعني. الموضوع ده ناس كتير بتقابل المشكله دي، ان هو عايز يمشي يسيب مراته او يسيب حد من عياله ياكل الحمام، فهيكون شغل كتير عليه ان هو ياكله في سلكات، او هو عايز يوفر الشغل كتير فعايز يسيب الحمام علشان يبدا ياكل في الارض. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان هو خايف ان هو يسيب الحمام، الحمام ما يعرفش يرجع لمكانه تاني، او ان هو كل ذكر ما عادش يعرف نتايته او ما يعرفش زغاليله. طب هقول لك على حاجه كويسه قوي، اهم شيء في الموضوع ده لو فتحت للحمام كله في وقت واحد، يعني مثلا دول 8 عيون كده اللي انا فتحت لهم في وقت واحد ينزلهم كلهم، هيحاولوا يرجعهم، لكن هيرجعهم في مكان غلط، مش هيعرفوا يرجعوا في مكانهم وهيحصل معارك كتير. طيب هل كل ذكر مش هيعرف نتايته؟ لا، الذكر هيعرف نتايته وكل حاجه، كل ذكر هيعرف نتايته، لكن مش هيعرف يرجع للعين بتاعته تاني، يعني مش هيعرف يرجع للسلكة اللي هو كان فيها، هيتلخبط في مكان السلكات، ده هيدخل مكان ده وده هيجي يدخل مكان ده، في اللي هيعرف وفي اللي مش هيعرف، فهتقوم معارك بين الحمام. يبقى اتفقنا كده ان كل ذكر هيعرف نتايته حتى وهو في الارض، لان هو سألني السؤال ده بعدين كان مفكر ان انا بقول له الذكر مش هيعرف نتايته، لا هو هيعرف نتايته تماما لكن مش هيعرف يرجع للعين تاني. طيب في الحاله دي نعمل ايه؟ تعالى اول اوري لك الزغلول اللي انا قلت لك، الزغلول الفرداني اللي انا وريته لك الفيديو اللي فات، ده الزغلول الفرداني بسم الله ما شاء الله، اللي قلت لك النتايه هتبيض بكره او بعده، اهو بسم الله ما شاء الله هي النتايه باضت حتى الحصويتين على ميعاد ما انا صورت الفيديو، اهو باضت حصويتين، وانا حطيت لها كمان واحده ثالثه بقى بتحضن ثلاثه بسم الله ما شاء الله، علشان برضو الناس تكون عارفة ان انا بقول لكم الكلام الواقعي والعملي. طب انا عرفت ازاي؟ بيبان من خبرتك، هتعرف ان النتاية خلاص بتحضر العيش وان النتاية هتبيض، وانت عارف النتاية دي شغلها ايه. بسم الله ما شاء الله، لسه الزغلول صغيرة، بسم الله ما شاء الله، هفتح نفسك بس كده، النتاية هتبيض ان شاء الله النهاردة او بكرة، بس اوريك الزغلول الفرداني وجماله يا جماعة. اللي يطلع عنده زغلول فرداني زي ده لازم تربيه، الزغلول الفرداني اللي بيطلع بسم الله ما شاء الله يا جماعه، مش هقول لك انا ساعات بحضن ثلاثه، لكن الزغلول الفرداني اللي بيطلع لازم اربيه. فبسم الله ما شاء الله هتشوف الزغلول من غير ميزان، من غير ميزان. طيب هنا برضو كمان دول. طب نرجع لموضوعنا عشان ما تتوهش مني، انا عايز افتح يا عم الحاج الحمام ده ان هو ينزل ياكل في الارض ويطلع تاني وما يتوهش وما يتلخبطش في السلكات، مش هينفع افتح للحمام كله مره واحده العيون لان هيتلخبط. هعمل ايه؟ هبدا كل يوم افتح عين، هفتح للقص ده النهارده خلاص واسيبه مفتوح لوحده، بس اكون معلمه باي علامه، يعني مثلا هنا انا معلم ده بدبل، معروف ده بدبل، تمام، ان شاء الله اتعلم بقلم، ده معلمه بدبل، معلم ده مثلا منديله كده بقلم، نشوف كده، ده من عند الديل كده انا معلمه بقلم. يبقى انا فتحت للقص ده دخل وخرج، اتاكدت ان هو دخل وخرج. ليه انا بقول لك تعلمه؟ لان وارد جدا ان القص ده ما يعرفش يرجع للعين تاني، يبقى لو ما رجعش للعين انت هتطلعه وتنزله كذا مره، تفتح له ينزل، لو ما رجعش العين ترجعه تاني لحد ما يتعود ان هو يطلع وينزل. خلاص يبقى كده ده اتعود ان هو يطلع وينزل، تاني يوم او تالت يوم على حسب ما القص بتاعنا الاولاني عارف مكانه، ما تفتحش عين تانية الا ما القص الاولاني يكون عارف مكانه. ابدا افتح للقص التاني، فاقوم فاتح للقص ده، طبعا برضه هكون معلمه، يبدا يتعود على المكان، ينزل ياكل ويطلع تاني، يبقى كده القص بتاعنا اتعود على المكان. خلاص قعد يوم قعد اتنين برضه تكون انت معلمه، زي ما انت شايف هو فيه دبل اهو، ده متعلم، خلاص ابدا كده اتعود على المكان، خلاص يبقى افتح لقص تالت،
وهكذا. افضل افتح على كل قص شوية بالترتيب كده لحد ما كل الحمام يرجع تاني يعرف ينزل ويطلع. في الحالة دي مش هيحصل المعارك، وبالطريقة دي الحمام هينزل ويطلع وياكل، وتسيب الابواب مفتوحة ما تخافش بقى، مش هيحصل اي مشكلة باذن الله. في مشكلة تانية كمان بتقابل برضو المربين، واحد بيسافر كتير وما عندوش حد ان هو يأكل الحمام او يشرب الحمام، او واحد مثلا احنا في فصل الصيف، واحد بيقول لي انا عايز اصيف 3 ايام، اروح المصيف 3 ايام، طيب احط الاكل والمية ازاي؟ وفي الفترة دي الماء بتسخن، وان بغير المية 2 مرات في اليوم، والاكل احطه ازاي؟ الاكل مقدور عليها، لكن المية ازاي احطها وازاي الماء ما تسخنش؟ ده هنقوله في فيديو تاني. انتظرنا في الفيديو القادم هنتكلم عن الموضوع ده. يبقى لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تعالى بقى اما افتح نفسك على الحلويات، الحلويات اللي بجد. احنا في فصل الصيف طبعا، وبنقول انه مش فصل انتاج، ده زغلول واحد، مش فاكر البيضة التانية كانت فاسدة او البيضة التانية اتكسرت. بسم الله ما شاء الله، هفتح نفسك بس كده. النتاية هتبيض ان شاء الله النهاردة او بكرة، بس اوريك الزغلول الفرداني وجماله يا جماعة. اللي يطلع عنده زغلول فرداني زي ده، اللي يطلع عنده زغلول فرداني زي ده لازم تربيه. الزغلول الفرداني اللي بيطلع بسم الله ما شاء الله يا جماعة، مش هقول لك انا ساعات بحضن 3، لكن الزغلول الفرداني اللي بيطلع لازم اربيه. فبسم الله ما شاء الله هتشوف الزغلول من غير ميزان، من غير ميزان. الزغلول لسه قبل اي شيء، الزغلول لسه اهو، لسه عمره صغير جدا، يعني لو قلنا 16 17 يوم اهو، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو يا جماعة الزغلول ما شاء الله، شوف الطول بتاع الزغلول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة كده تفتح نفسك ان كنت انت يعني ايه زعلان من اللحم، وربنا يرزقك ان شاء الله ويرزق الجميع ويبارك لكم في رزقكم.